بسم الله الرحمن الرحيم. احنا التقينا مع هاي اللجنة، انا حمد قط من عائلة مشغولين المصير، والتقينا معهم وشرحنا لهم وضعنا وشرحنا لهم ما يتعلق بمشغولين المصير والمعاناة اللي عانوها العائلات، ويعني الطلب المستمر دائما هو الكشف عن ذويهم. ووضحنا لهم امورنا مثلا عن الشكايات اللي قد عدلنا، المؤازرات اللي قد جاتنا من المنظمات الدوليه، وفي الحقيقه وضحنا لهم امورنا كامله اللي تتعلق بمجهود المصير. وكان لقاء فعلا، واستمعونا يعني اعطاونا الوقت الكافي وكتبوا امورنا كلها، رقاش تكلم كتبوا اسمه، كتبوا اللي عنده شنو اللي عاني منهم، سولونا عن معامله مع اللجنه، لجنه حقوق الانسان اللي هي المجلس الوطني لحقوق الانسان، وشرحنا لهم تعاملنا معاه، شرحنا لهم كيف مثلا قدمنا له كل الشكايات بالدليل، بالدليل كل حد جايب شكايته، وكل حد مثلا جايب الرد اللي مثلا توصل به حول مثلا المسائل اللي طالبين بها، هما مسائل التعويض، واحنا هذا اهم عندنا منه هو الكشف سابق مثلا التعويض عن يعني الملف. المهم عندنا هو نعرف بعد اولادنا واباتنا واخوتنا، نعرفوا هما منين ومن بعد نعودوا نبدوا نتكلموا عن التعويض اللي هي مطالب دوليه نظن عن ماضي الرحمن.